من جديد مرحبا بكم دائما على شدة، مرحبا دائما بتواصلكم وتفاعلكم كذلك، لأن اليوم كنقلوا لكم دائما الألوان والجماليتها من خلال الدورة التاسعة الفن القفطان لارد كارتون دي نتسلا. اليوم معايا مصممة من نوع خاص مصممة اللي أكيد ملي غنشوفوها غنعرفوا أنها غتكون تصميمتها يعني بارزة من خلال ألوانها أيضا. إيلانيت مرحبا بك. ميرسي مرحبا. لاباس عليك؟ لاباس عليا الحمد لله. دونك اليوم اللي بغينا نشوفوا معاك الدورة التاسعة ديال لارت دي كافتون أو فن القفطان، جيتي لها؟ واش هذه المرة الأولى اللي كتجي لها أو لا جيتي قبل؟ لا جيت قبل من جوج عام لأكادير وعملت الفيشن مع إسام ودابا مغا تانية. هذه المرة الثالثة ولا الثانية؟ لا هذه في المغرب مغا تانية. مرة تانية وعملت وحدة في دبي وحدة في كندا. نعم جميل. هنا ملي تنقولوا حنا في المغرب والتصاميم وغيرها، اليوم طلات ديالك كيفاش غيكونوا التصاميم ديالك؟ اشنو اعتمدتي؟ الالوان اللي غيكونوا على البوديوم ديال ارت دي كارتون اليوم؟ انا جبت ماشي في حالكم كل شيء كفتانين. انا جبت الوان بجاف وعندنا ستايل مختلف شويش محلول ماشي كل شيء كفتانين. ديكولت يعني جري شويه ولا بزاف؟ جبت فحال دابا تشوف نعم. والالوان شنو اعتمدتي في الالوان ديالك؟ الوان الاورنج والخضر والبيضاء وبجاف الوان. دونك الالوان ديال الصيف اعتمدتي الالوان ديال الصيف او الالوان اللي هي كلشي الالوان كاع الالوان غتكون اليوم على البوديوم، او اعتمدتي غير مثلا لورانج الفير؟ شنو الالوان اللي خدمتيها اليوم؟ انا تنخدم السهر على داك الفيشن وعندي بجاف الوان البيضاء والاورينج والخضر والبجاف. نعم. اليوم كل مصممه شفتيها معنا قالت انها دارت واحد تيم معين، انت التيم اللي خدمتي عليه اشنو هو؟ واش ديال اشنو التراث ديالنا؟ اشنو شي حاجه شنو اللي خدمتي عليها اليوم؟ التيم اللي خدمتي عليه اليوم في دي اورينج. نعم خديتي كلشي بلورانج باش انه يكون اللون ديالك المفضل ديال هاد الدوره هذيك. خدمت على بجاف الوان ماشي القصات. اش هاد القصات؟ القصات يعني الستيل اللي خديتي ديال القصه. فوالا السيرين اشنو الكفتانين والمحلولين ماشي كلشي مجدود. دونك انت خديتي انه يكون جري 100%. 100% دابا تشوف ان شاء الله. اول شيء كنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك بزاف. ميرسي ابو لالا يخطيك. والشكر موصول ايضا لكل مستمعينا ومشاهدينا، ومازالين معكم دائما من الدوره التاسعه لفن القفطان على شاده.